أهلاً ومرحباً بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. ما زلنا معكم، وصلنا إلى فنجان القهوة، وسعيدين جداً يكون في هذا الصباح ضيف علينا في فقرة فنجان القهوة الشاعر الشاب محجوب موسى. مرحباً بكم، صباح الخير. أهلاً بك أستاذ، الله لك التحية والتقدير، وسعيدين جداً إنه نكون الليلة معكم في برنامج فنجان القهوة، إن شاء الله إحنا نقدم ما يرضي ويفيد إن شاء الله. التحية كمان لكل ناس النيل الأبيض، يعني المشاريع السبعة لسه الناس بتهتم بالزراعة في النيل الأبيض، ولا المشاريع دي ماتت خلاص يعني؟ لا والله لسه ما زالت مهتمة بالزراعة. أيوة، هي مشاريع حتى كان في المدارس يعني بتدرس أم جر وكل المشاريع الهشابة. نعم. عموما التحية لكل المزارعين. اكتشفت نفسك متين كشاعر؟ والله من صغير لا من صغير ما اكتشفت نفسي وما بكتب، لكن مستمع جيد. دائما بحب الشعر ومتابع الشعراء، فبعدين لقيت نفسنا في يوم من الأيام عندي محاولات لكن ما بقدر المقام الشعري. فثاني شوي هي الحمد لله، وكانت الرغبة عندي في إنه أبقى شاعر لقدام وأكتب شعر الدوبيت. فبعد ذاك اكتشفت نفسي إنه أنا صلحت شوية وبقيت أكتب الشعر بالصورة المطلوبة، بقيت أنشر عبر الفيس وأشارك في المناسبات. الحمد لله دي كانت البدايات. يعني نقدر نسمي البداية مثلا سنة سنتين البداية الحقيقية لانطلاقتك أنت كشاعر يعني؟ والله زي 3 سنة كده. ثلاثة سنة يعني، والله برضو بديت في سن باكر يعني. طيب بتكتب المربعات فقط ولا عندك في الغزل، عندك في بتكتب شعر وطني، ولا محصور في نوعية معينة من الشعر؟ لا بكتب في مختلف المجالات، في الوطن بكتب، الحكم، الفخر، مجالات عديدة. والمحبب لنفسك يعني دائما استهلالياتك بتكون للوطن ولا بتكون؟ والله المجالات المحببة عندي الوطن والحكمة. والحكمة؟ نعم. يعني أنت متنبي صغير يعني. نعم. شاعر حكمة. يلا نسمع قصيدة أولى اختارها لنا أنت. بختار لك في الوطن. بقول السودان وطننا وكل قبائله عظيمة، فيه رجال بخافوا ملامة البقوت هي ظليمة، فصحى فكر عالي ونوايا سليمة، فيه في الكرم حاتم طبايع عظيمة. نحن وطننا ما بنسيبه لحقار، وكان دعت الظروف بنشبع الصقار، السودان العز حقوقه فوق نكتار، بنبنيه ونخط له كل محنة دقار، نتوحد جميع فوق سمحنا وشينا، الوطنية تبقى الرابطة الكبيرة بيننا، بدل ما نشيل اصبعنا به ونضبز عيننا، نتكاتف شان وطننا وليه ونشدد حيننا، نطراب الجميع شان وطن نتقدم، نصفي قلوبنا فينا الحقد ما يتردم، نوافق حكيمنا يكون علينا مقدم، لانه الخلاف بنيان اساسه مهدم، سوداننا الحبيب ما نبقى له ناس جهويه، تفرقنا الظروف وتجمعنا فتة هوية، للدير شتاتنا كلمتنا واحده قويه، ولعز الوطن راكبين سروج وحويه، في سوداننا خيرات لا تحصى لا تتحسب، فيه التبري الدهابه جابوه منسب، فيه زراعة نيل بيرية هل تنسب، فيه الجوز نتاج بالطبيعة مخصب، نمسك فوق وطننا وليه ونبقى الساعد، نتكاتف عشانه وللضعاف نساعد، نصفي له القلوب الحقد يكون متباعد، تكون القومة ليه لأنه القاعد، النيل والنخيل والزراعة الوافرة، البل والدقاق والخيول الدافرة، الذهب اللي عليه الناس تملي مسافرة، دي خيرات بلدنا اللي فيه الغيم متوافرة، سوداننا معروف فوق الغيم متحكر، بيكسر فوق وصف إن قلت ليه وأشكر، بيطيبته وصفاه بحلحل المتوكر، عشان الزول بجاهد وما بيكون متنكر، مهما العالم يحلو بالورود سدان، ما بيبقى لنا كيف وطننا اسمه السودان، يوم الشيء نقع ورطنا الجبخان، بتلقى عيوننا دم وقلوبنا نار سخان. يا سلام، ان شاء الله تاني الجبخانه دي ما تدور الا للحروب الخارجيه فقط يعني. ان شاء الله السلام يعني يتنزل حقيقة في أرض الواقع، وكل الناس يعيشوا سنوات حب وسلام ووئام، وما يكون في حقد ولا حسد، لأنه الحقد والحسد ده نوع من أنواع المرض يعني، هو ده. لكن قديما كان في الناس الحسد. نحن بنحييك على الكلام الرائع للوطن الرائع السودان،
والحكمة دي عندها أوقات معينة لكتابتها ولا مواقف تخليك تكتب الحكم يعني؟ والله الحكمة دي يعني عندها أوقات معينة، يعني أنت يعني بيكون عندك مزاج إنه تكتبها، فبعدين بتكتب في مجال الحكمة. أول الحكم اللي بدأت بيها فاكرة يعني متذكرة؟ أول حكمة نسمع حكمة ولا متذكرة؟ يلا نسمع. بقول فيها: العز ورث وقال النجاح تعليل، الغنى تقوى والمال تلاشي قديم، ألبس سترة والجنة لصلاته يقيم، السيل مجرى والفارس بلد مع غيم. دي كانت أول مربوع أنا كتبتها في الحكمة. بتدون حاجاتك دي يعني محتفظ بيها مثلا على المواقع الإلكترونية فقط ولا بتدونها عندك مفكرة بتكتب فيها كل حاجاتك دي؟ والله عندي مفكرة، يعني بكتب فيها الحاجات اللي بكتبها كلها بتكون منزلة فيها، وبعدين عندي دفتر، يعني بعد ما نزلتها في المذكرة تاني بحاول أنزلها في الدفتر احتفاظا بها، لأن التلفون ده ما معروف اللي بيحصل له، ممكن يحصل له حاجات زي بيحصل له شنو تليفون ما قاعد قاعد اي، تحصل لكن له حاجة ولا والله الحياة كثيرة بتحصل عليك. نجلتها يعني قبل كده؟ نجلتها يعني لا اقول لك اتنشلتها يعني عشان كده قلت انا درس انه حاجة كتبتها بتنزلها طوالي في الدفتر. ايوه لانه ما مضمونة، ممكن ذاته يبوظ التليفون نعم، نهائيا، اسباب كثيرة يمسح الحاجات. ما هو المصدر الأساسي لحفظ الكتابات الرائعة دي؟ المرجعية منو ليك يعني؟ منو من الشعراء سواء كان في المنطقة أو غير المنطقة يعني بترجع ليه وتستشيره في حياتك، ولا حياتك زي ما بتطلع زي ما هي بتطلع يعني؟ والله حاجاتي دي بس زي ما بتطلع، بس بحاجات اللي بتطلع فيها دي تاني لك كانوا يلقوها منشورة، يعني ما قاعد أشاير شاعر أقول له شوف دي وأعمل. وشنو الناس اللي بيدخلوا معاك وبيتناقشوا معاك يعني؟ الونسة بتدور حول شنو يعني؟ لما تنزل حكمة، لما تنزل كلام للوطن، نعم، كلام في الغزل، نعم، يعني بيحصل شنو يعني في من الحياة اللي بتدور بينك وبين الناس الآخرين يعني، سواء كان في المواقع أو في الجلسات العادية يعني؟ نعم والله طبعا لما انت تكون كاتب مثلا اي كان من المجال، عندك مثلا قاعدين جالسين وانتوا شباب من الشعراء، وبعدين بتكون بيناتكم ونسه، يعني انت تقول اللي عندك وانا بقول عندي، واذا في اي ملاحظه ينبهوك عليها. الناس بتتشاور في الشعر. نسمع ابيات غزليه؟ نعم. قاعد تحب ترجع لأول حاجاتك ولا عايز تدينا آخر حاجاتك في الغزل؟ عايز أديكم آخر حاجات. يلا نسمع. بقول: الندف خدودك والحرير في كفوفك، فاهك شهد يوم عيوننا عايز أشوفك، اتل في السماح دايما كبير معروفك، من القمر فرقك علا زايد حروفك، كل ما هب نسام الصباح وتمكن بفتق لي جرحا من قديمة تسكن، اللمات بيها تفاخرا وتحكن، شمشها شارقة دوبة وديك حمار دكن، طبعك حي رجيل المعاك تقاوم، شخصك واحد أصلا ما أظن بالتاوم، مشيتك وزة والوزة المعاها دعاوم، غفرك كرهة الضيف والبدور تحاوم، عيونك تحمل الرصاص وغامتك فار، عجيدك فوق شفات الذهب مدارع، وطاك ثقيلة يا مخداد وماك مسارع، بينك والعشوق غابات الفتن مزارع، وكل ما يجيني النصام الصعيد متضيف، بطر شوفت تسعد وحاشة مو متهيف، بعد ما كنت تقيل قلبي اضحك خفيف، من كحلات عيونه وبسمته اللي بتكيف، الدعجم سماحا فطرة مو تكليف، عليها بجيب غناية نقوله كله عفيف، الفاطرها برقا ضو سالو رفيف، من يوم شفتها دموع عبت ما تقيف، بنات الهند بغيرة من سماحك وزوجك، بنات لبنان مناهن انه راعا فوقك، صبر ايوب بقالد ليه وبرضه عشوقك، بالسيف الكلاش دي مع عمران سوقك، الحظ كان جمع بك اكيد بكون فرحان، بكل احلامي جت وما بكون سرحان، بدعي للبعرف وكتر المرحان، بجيب فوق القناوي ببدا في الشرحان، حروف نماتي ما بيفن حسنك ابدا، حسانات الهنود ان جابوا سيرتك هبدا، مقابض شوقك في فؤادي قبضا، وماتي الحور ليك فعلا جبدا، بنود ريدك يا الملاك صعب تنفيذه، نفسك بالسماح دايما بتم تحفيزه، صبري كنت داخل بيه ونفسي عزيزه، خلص طبلون وما قايل فترت وجيزه، سعيد الحظ يفوز بك انت يا مخداد، انت تكوني عبله وهو يكون بني شداد، وحاتك يا سماح نقفل العداد، عبر شوقك بتنتح مطرقة حداد، خبر الطب يقولوا انت ليمك عافية، عندك بسمة بتلين القلوب الجافية،
قدر ما يتمكن الكتاب يجيدوا الغافية حروف النم بتنزل فوق بعض متلافية، حروف النم بتنزل فوق بعض متلافية. يا سلام، دي جمال خارق يعني، حتى فات نجمات بوليود يعني. الهنود جمال الهنود عداد على وزني شداد، هو عنترة ابن شداد يعني. نعم. الكلام ده بيجيك كيف يعني؟ فجأة كده لما تكتب القصيدة بتجي تلقاها براها عداد جاد على وزن شداد، ولا في تركيز بيتم عشان في تركيز بيتم عشان انت تختار ذاتك الكلمة للوزن، الكلمة لل في كلمات كثيرة على وزن كلمة شداد، لكن انت بتختار الحاجة اللي بتجي معاك في البيت. لكن هسي انت الاوصاف اللي قلتها دي تاني ما خلصت، تاني حتكتب شنو يعني في الغزل؟ نعم. انت ما كتبت كل الحاجات يعني، كتبت ما خليت الدعج في العيون، ما خليت يعني اي حاجه كتبتها في القصيده دي يعني. نعم. اسمها شنو القصيده بالتحديد؟ عندها اسم معين ولا؟ والله ما 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 سميتها؟ ما سميتها، ما حددت اسمها. نجمات هوليود بوليود سميها من اليوم نجمات بوليود دي، او نعم. نجمه بوليود خلينا نقول. المربعات لازم يكون في طرف ثاني عشان تتناقشوا فيه ولا ما بالضروره يعني؟ والله يا اخي شعر المربعات يعني، شعر المربعات والله بتتناقش في الشعر. خلينا نسمع شويه يعني، هو تناقش. يلا نسمع. تسمينا شنو؟ اسمعك اديك برضو غزل بقول: رفيف القبل والريم المعطر جو، وذكرني الرزين طبعه وناشئ تو، الظلم سماح الغير جاهر ضو، صعب نقمح العشاق قدر ما يسو، الظبي المنافر اللي مضارب جو، عيونه سلاح حيران هالق دو، سماحا خلى ضعف الناس شداد تقو، عاجق بحس بيكون بحراد وبو، ظبي العنس الضارب خلاه وقو، الله حزن عيونه علا ساهي تقو، رب الخالق يكون بحراد وبو، يقرب لي من المعسول وقايم تو، عشاقك ظمايا ومن جفاك تكو، لحساب راجع في الغرام يتلو، اللم قال صاروخ الدمار في جو، وقدر ما اذكر لها الدماع بنزل شو، البارح بروقا شلعت لصباح، طرتني المعاي دايما بسيل وبجاح، الفقريدة سويت الغلط والصاح، جمالي يهبل الناظرين عجام وفصاح، أحسب الجد ولقى كلامه كله بجاح، غرام استعمر الوردان ولي اجتاح، الطب القلوب نودر المفتاح، الخدمات مفعلة والرغم ممتاح، علي نفسك بغير جيد العطور الفاح، ما دريت مرمي وبكلامي قباح، كل ما نلبس الدراع ونبدا كفاح، بتهزمنا العيون ونكهة التفاح، عمر الراح معاك السمح عاد ما راح، قربك يبسط المحزون ويزيد فراح، أكم ما شفتك الورد العبير كفاح، إن وصفوك لي أقول ما صح، ما تأثرت بلبس الحضارة الغربي، وكل ما أبعد أطيافك طعارب دربي، قوامك سيسبانة بالسبيب من زربي، بحريدك أمامي ونيران فراقي غربي، تبعدنا الظروف إلا الرجوع في الشاشة، كون جفاك نهاية لا لك إلا وحاشة، يا ريحانة الجوز الوطاط رشاشة، حين أشوفك الشوق والحزن بتلاشى، لي زمنا طويل لا خبر لا شوفة، مشاغل دنيا مخدان الظروف في جوفة، السمحة اللي ديها أنعم من حرير الكوفة، رغم صبرنا ضارب في الشمال قرنوفة، قعاد العاصمة والمدن الملانة حضارة، ما بخطرا في بال اليوم زايدة نضارة، على الوارث السماحة وستفد عبارة، طبق الريد وزنته برضو ما في إشارة، أجبان العيون وشامة الفيس سارة، والصمت اللي بيحفظ ليها كل أسرار، على الفايت البنات حشمة وطباع وحرارة، حالتي ما دهورة ونومي جايبه جدارة، أديبة وراسي بتناسن عزاز وتلوب، ويات من شافة أصبح في الفهم مقلوب، فوق ضرب الأميرة وملكة الأسلوب، الميتين ثلاثة ومية غير محجوب. طبق الريد ده ما داير فني، لازم تجيب لك فني يظبط الطبق، لأنه ست الطبق الديجيتال أتعمدت عليه لكن ما جا معي. ما جا معك. حلو الحب والكتابة في الغزل زمان يا محجوب موسى، ولا الآن أنت مدخل طبعا التلفون والتفعيل والخدمة يعني؟ نعم. أنت بتشوف الحلو الغزل الزمان ولا غزلكم أنتوا كشعراء يعني؟ جيل جديد يعني. الغزل الزمان أطعم من ده شوية، ده برضو كويس، لكن الغزل الزمان المواكبة يعني مهمة يعني. نعم. كم قصيدة من الغزل كتبتها في 3 سنوات دي؟ كثير ولا ما قاعد تحصل عدد الكتاب؟ كاتب كثير والله. في السنوات اللي انا بديت اكتب فيها شعر ده كاتب مجموعه كبيره، كميه كبيره من الكتابات في الغزل. الحكمه مرات في مواقف معينه بتخليك تلجا لكتابه
الحكم يعني موقف معين يستفزك يعني؟ نعم. نسمع تاني برضو أبيات من الحكم يعني. الحكم دي والله زي ما قلت، مرات بتحصل لك مواقف انت بيشوفها في الناس وبعدين يعني بتطبقها تطبيق شعري في الحكم. في الحكمة بقول لك: قالوا النار شرارة والبحر أمواج، ركوب الزوامل بيحتاج أبطنة وسراج، القصد الزراعة وكبروا الخراج، ديل سووا عليهم وبيطلبوا الفراج، الناس في الأصل بيتناولوا الفخير، يمرن عليه الكريم مدعبه وسخير، البيت في الخريف بيهددوا النخير، وما كل البضاعة حكت بيتمنى ليك الخير، يا سلام. الإنسان مسجل دفتر اليوماتي، والمزروع مؤخر لابد يلاقي الشاتي، طريقا يودي للجنة وطريقا خاتي، الأرزاق مقسمة والخلوق بتهاتي، الإنسان ضعيف في الدنيا مهما دعلة، كان حصل زحل لابد يرك بالدلة، زل الواج برافع راسه وين ما حل، والكايس مصالحه ما بيخدمك فيها الله، نتعاون على الخير وأيضا نبعد الشر، لأن الموت بيجينا وما في منه مفر، نبقى أصحاب عطاوة ونخدم المنطر، تكون حالتنا واحدة في المدن والبر، نتكاتف على الرأي الصواب يا طه، نحفظ حقنا والماهين ما ناطاها، نكوس الخير دوام الفتنة نتخطاها، قبل أيامنا تفنى ونلحق وما طاها، ضيوف في الدنيا ما بنملك شيء، لا فندق مجية لا نياق لا عي، حق الناس تفصل بالتسامح، زي في دار بتطرد كل كائن حي، عرف الصديق ملك كاذب المتواكل، وعرف الحديد هو الصانع سيوف وشناكل، الشعاب يظلل وقت تكون متاكل، خسران البضارب بيربح الما بشاكل، المال ما خدم بيقولوا احسن قله، والبيت دو الركايز كثرة الطلوع بتعله، أضل الطريق انصت لي كلامه ودله، ولا اتعامل معاك قبال ما ينتك حله، هيجان البحر بيهدد العابرين، وغدار الزمن تحتاج لثبات ويقين، الفيك سمتك بتاخده حتى كان في الصين، والما مقسوم لك بتجيبه كيف، لكن حتى لو في اخر الدنيا، اخر الدنيا لو مقسوم لك بتحصل عليه. حته جميله، حته حبايب. نحن وصلنا للختام، شكرا للشاعر الجميل محجوب موسى الكاهلي، شكرا على الحضور. لكن حته الحبايب دي ذكرتني واحدة زميلة دائما بتنبهني، يعني بتقول لي من لو اتكلم ما داير اشير لاسمها، دائما لما تجي الونسه كده بتقول لي ديل من قدام حبايب ومن ورا دبايب، يعني بلسعوا الحية السامة. شكرا، وحتى قدم مطول لكم، مع السلامة. شكرا، الله يجزاك. الى اللقاء.